احنا عايزين يعني حابين ان احنا النهارده نبتدي مع حضراتكم بفكره الاراده والتحدي، وقد ايه يعني دي حاجات مهمه جدا اذا ما توفرت في شخصيه البني ادم. طبعا كلنا عدت علينا لحظات احتاجنا فيها ان احنا نخوض في تحدي ما، او ان احنا نتحلى باراده عشان نعدي عقبه من العقبات. كان بتبدو بيتقالوا دايما في الظروف المشابهه، ولكن في غالبيه الاحيان هتلاقوا حضراتكم ان احنا بتعدي علينا ظروف يعني نقدر نقول عليها ايه، عابره. الظروف تلخبط معانا حبتين، وكلها بتكون اختبارات من ربنا سبحانه وتعالى، وفي غالبيه الاحوال غالبا ما بتنتهي يعني على كل خير. لكن لما يكون بقى الاختبار عظيم ومحتاج صبر اعظم، فربنا سبحانه وتعالى بيدي الشخص اللي يعني كان مبتلى بحاجه عظيمه زي كده بيديله كمان قدره عظيمه على التعايش مع هذا الامر، بل وعلى تخطيه وعلى الوصول الى مراحل عجيبه جدا يعني تقف قدامها حضرتك تندهش. يعني عايزين واحد بنتكلم نستعرض مع حضراتكم صور لابطال البارالمبياد من كل الجنسيات على فكره وعلى صعيد كل الالعاب، ونحاول نشوف كده الناس دي عامله ازاي، ارادتها دي عامله ازاي، عزيمتها واصله لفين، ايه القدره الربانيه دي والاراده الحديديه دي اللي تخليهم يتغلبوا على اعاقات بالنوع اللي حضراتكم شايفينه، ومش بس كده وكمان يحققوا نجاحات ويبقوا ابطال، ابطال عندهم اعاقه جسديه، ولكن الحقيقه استحاله تكون الاعاقه دي قربت لا من قريب ولا من بعيد بعزيمتهم وارادتهم. فعلا هم بيكونوا ناس مختلفة إلى حد كبير جدا، عزيمة مختلفة، إرادة مختلفة، فكر مختلف، يعني زي ما حضراتكم شايفين برضو الصور اللي قدامنا دلوقتي. وإحنا حبينا أن احنا نركز النهاردة تحديدا على هذا المشهد علشان زي ما قلت برضو نتعلم منه، يعني السباحين اللي فاقدين لإيديهم ورجلهم، أبطال في أكتر كمان من لعبة في ألعاب القوة والأثقال وغيرها، إرادة تخلينا حقيقي نتكسف شوية من نفسنا، أو مش نتكسف، نتعلم منها، نحاول إن احنا يبقى عندنا نفس الفكر نفس العزيمة. ده صعب أكيد، الكلام سهل، لكن لما أنت تيجي كده وتحس إن أنت يعني دي ظروفك دي، أو ده الوضع اللي ربنا حطك فيه، أو دي الإمكانيات اللي أنت متاحة ليك، لكن لو استسلمت لده هتلاقي إحساسك باليأس خلاص يعني راح، ما عندكش حاجة تانية بتعملها. لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه، لا يا جماعة، لا احنا عايزين نبص لدول وعايزين نعرف هم أصلا كده إزاي، يعني صحيح. هو ده السؤال اللي احنا ممكن نسأل نفسنا فيه، إزاي القدرة دي، إزاي قوة الشخصية دي، إزاي العزيمة دي. أعتقد ربنا برضو يعني ليه يد كبيرة في ده، ولما أنت بتمر بأزمات وبترضى برضو باللي ربنا كاتبه لك إلى حد ما ربنا بيكون واقف جنبك، فده شق مش عايزين إن احنا برضو يعني نغفله. ولكن بصراحة اللي بيتابع بارالمبياد طوكيو 2020 هينبسط جدا، وهيحس مش بس بالأبطال اللي البلد اللي هو بينتمي ليها، لا كله كل العالم، بجد نماذج ملهمة حقيقي، ربنا يوفقهم جميعا والله، الواحد فرحان بيهم. سبحان الله، يعني بصي شوفي الصور اللي احنا بنستعرضها مع المشاهدين والموضوع اللي بنتكلم فيه، ممكن في نفس الوقت وانت مثلا بتفري كده على الفيسبوك تلاقي حد قالب الدنيا لانه هو ماشي صباع رجله الصغير خبط في ترابيزة السفرة وورم، فمنزل صور وبيتكلم على ان هي مأساة. وكلام يا جماعة الناس دي ملهمة حقيقي يعني، فهي ليهم مننا كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. طيب